خدنا اول صفحه فيها بس عايز ايوه كاردك اوت بوت كاردك اوت بوت هنعيد اول صفحه تاني وهنكمل بقيه الكاردك اوت بوت هتذاكر من الورق اللي معايا عشان في ابتداء تحرج السمع بس وحاجات كتيره مش عليها معرفش انا الورق معايا كاردك اوت بوت هو امبارح يا دكتور لو انا عندي القلب كده ده الفنتريك اهو تحرج لنا السمع وهجيب كونتينر ليه احط فيه الدم وهنعمل اتريا ايه يا ها سيستول كل مرة نعمل فيها كونتراكشن نطلع شوية دم نورمالي الهارت بينبض 75 مرة في الدقيقة او من 70 ل 75 يبقى بينبض 75 اسمها ينبض يعني اسمها بيت وشرطة اسمها بير ومن يبقى اسمها 75 بيت بير من فكل نبضة هتطلع شوية دم يبقى دي رقم واحد رقم اتنين هتطلع شوية دم تانيين اللي هي النبضة رقم اتنين يعني رقم تلاتة هتطلع دم برضو وهكذا يبقى هنستمر كده لغاية ما نوصل لخمسة وسبعين لو سيادتك قلت لك عرف لي شوية الدم دول ايه بالعربي شوية الدم اللي بيطلعوا قلب القلب ينبض مرة صح كده يبقى اسمها ايه بالفسيولوجي ذا فوليوم اوف ذا بلاد بامبد باي ذا بير بيت بير ايه يبقى ما هي دي بيقول عليها ستروك فوليوم اسمها ايه؟ ستروك فوليوم عايزين سبع تعريفات مش هما سبعة ولا ايه؟ سبع تعريفات أول واحد اسمه ايه؟ ستروك فوليوم يعني عرب فوليوم اوف ذا بلاد بامبد باي ذا فنتريكولار بير بيت طب لو عايز احسب الدم ده كده في دقيقة عايز احسبها في ايه؟ في دقيقة اعمل ايه؟ اضرب الاسم الدقيقة القلب بينبض فيها ترمينت اهي يبقى الدقيقة القلب بينبض فيها كم مرة؟ 75 يبقى ده من واحد لخمسة وسبعين طب بيطلع في كل مرة كام؟ دي بتساوي 70 بتساوي كام؟ 70 يبقى 70 ملي يبقى منعوز بقى ان نحسب الدم اللي طلع في الدقيقة نحسب عدد نبضات القلب في النبضة الواحدة تطلع في اليوم قد ايه يبقى هتساوي 75 في 70 هتساوي حوالي 5.3 لتر بير مينت دي بيقولوا عليها كاردياك اوتبوت لو اعتبرنا ان القلب بينبض 70 يبقى هتضرب 70 في 70 يبقى هتطلع 4900 يعني حوالي 5 لتر تمام
يبقى دي بيقول عليها كاردياك اوتبوت. يبقى الفرق بين كاردياك اوتبوت والستروك فوليوم كلمه. نعرف الكاردياك اوتبوت از فوليوم اوف ذا بلاد بامبد باي ذا فينتريكل بير مينيت. اما الستروك فوليوم از فوليوم اوف ذا بلاد بامبد باي ذا فينتريكل بير مينيت تساوي قد ايه؟ 70 مللتر. طيب ركز معانا. لو انا عندي القلب اهو وعندي اهو حاجه اسمها اتريوم يبقى ده الفنتركل وده الاتريوم. اكيد اما يحصل فنتريكولار سيستول يبقى اتريال سيستول هيحصل فنتريكولار فيلينج اللي هو الايزومتريك ريلاكسيشن والماكسيمم فيلينج والريديوسد فيلينج. في اخر الريديوسد فيلينج يبقى اخر نقطه دم هتنزل الفنتركل في اخر الريديوسد فيلينج يبقى خلاص ما عادش كده دايستول انتهى الدايستول صح ولا لا؟ يقولوا عليها ايه؟ ان دايستوليك فوليوم. يقولوا عليها ايه؟ يعني ايه ان يعني نهايه ودايستول يعني دايستول وفوليوم يعني الفوليوم. يعني الفوليوم يبقى كده هيمشي شويه يمنا 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 اخر نقطه من الدم نزلت يبقى دي اخر حجم من الدم في نهايه الدايستول. يبقى ما نيجي نعرف نقول ايه؟ نترجم العنوان ده ذا فوليوم اوف ذا بلاد ان ذا فينتريكل ات ذا اند اوف دايستول. يبقى ما هو الاندو دايستوليك فوليوم؟ ذا فوليوم اوف ذا بلاد ان ذا ما اقولش يعني ما اقولش بامبل لانه ما طلعش يبقى هو ايه بقى؟ ها ذا فوليوم اوف ذا بلاد ان ذا فينتريكل ات ذا اندو اوف دايستول. اما جم حسبوهم لقوهم 135 مللي اللي هو كام؟ 135 مللي. طيب عليكم السلام. اما عملنا بقى فنتريكولار سيستول ضخينا دم هنقول الشويه ده هم اللي هم البيض دول هم اللي طلعوا هنا مثلا اهو يبقى الشويه ده هم اللي طلعوا دول يبقى دول اسمهم ايه اللي طلعوا دول؟ استروك فول. خلي بالك بس اما نعمل سيستول قول يا ولد اما نعمل سيستول عمر القلب ما بيفضى من الدم. عمر القلب ما بيفضى من ايه؟ يعني ما اعمل سيستول طلع كل الدم اللي جواه وساب شويه تحت. يبقى شويه دول استنوا بعد ما عملنا ايه؟ سيستول. يبقى اسمها ايه؟ سيستوليك فوليوم. عرفنا ده فوليوم ده الاسم عرفنا احنا خدنا ده من الاسم وعرفنا يبقى الزبوليوم اوف ذا بلاد ان ذا فينتريكل ات ذا اند اوف دايستول. طب عرف ده الزبوليوم اوف ذا بلاد ان ذا فينتريكل ات ذا اند اوف دايستول يبقى ده هو بيساوي 65 مللي. الله يبقى الشويه اللي طلعوا دول قد ايه؟ استنى لما اشوف اعرف احسبها ازاي. انا احسبها ازاي؟ احسب الاند دايستول الفوليوم ده كله يبقى اسمه اندو دايستوليك فول. ناقص مين؟ ناقص الشويه ده هم يبقى الشويه دول هم اللي خرجوا يبقى ناقص الاند سيستوليك فوليوم هيساوي كام؟ 135 ناقص 65 تساوي 70 اللي هو الاستروك ايه؟ يبقى الاستروك فوليوم اللي هو ده هو اللي هم الشويه ده هو اللي هم البيض دول اللي طلعوا بقى يبقى هيساوي الاند دايستوليك فوليوم كله اللي هو 135 ونقص منه الاند سيستوليك فوليوم اللي هو 65 يبقى اطرح 135 ناقص 65 يبقى 67. يبقى كده عرفنا كام؟ كام تعريف؟ اربعه. قولهم بقى ما هو الاند سيستوليك فوليوم؟ الاند سيستوليك فوليوم يساوي كام؟ 135
ما هو الاندستوليك فوليوم؟ الفوليوم المطلق ان ذا ميتريك ات ذا اند اوف سيستول. عكست ده سيستول وده خلاص ما علينا. ماشي قال لك ايه الكاردك او البونت دي اللي هم الخمسه اللي انت دول بيختلفوا من قلب القلب. لو كان القلب كبير شويه يبقى اكيد مش هيطلع 70 هيطلع 80. طب افرض قلب صغير يبقى هيطلع 60. يبقى كده الكاردك اوتبوت فاريبل فروم وان بيرسون تو انذر. فقالوا طب احنا عايزين نحل المشكله دي العلماء يعني. قالوا والله هنحلها ازاي؟ قال لك ما نحسبش الكاردك اوتبوت. امال نعمل ايه؟ قال لك نحسب حاجه اسمها كاردياك اندكس. حاجه اسمها ايه؟ يعني هتعملوا ايه؟ قال لك هنحسب الكاردياك اوتبوت اللي هي 5.6 واقسمها على مساحه السطح. يبقى التخين يبقى على قده والصغير يبقى على قده. فانا كادر احنا نورمال ادر السيرفيس اريا بتاعتنا حوالي 180 سنتيمتر مربع. بس لما نيجي نقسمها ما بنقسمهاش بالسنت، بنقسمها بالمتر المربع. يبقى هنقسمها على البادي سيرفيس اريا ان متر. ان ايه؟ ان متر. فقال لك هتساوي 5.6 اللي هي الكاردك اوت بوت، ما هي من 5 ل 5.6 واقسمها على 1.8 متر يعني و8 هتساوي تقريبا 3.2 لتر بير منت. بير منت بير منت. يبقى اذا اما نحسب الكاردياك اندكس هيبقى مور اكيوت يعني ادق عن اما احسب الكاردياك اوتبوت بس. اما نحسب الكاردك اوت بوت بيقولوا عليها ابسوليوت كاردك اوت بوت. يقولوا عليها ايه؟ ابسوليوت كاردك اوت بوت. يبقى ايهما ادق؟ الابسوليوت كاردك اوت بوت ولا الكاردياك اندكس؟ كاردياك اندكس. لان انا بحسبه اكوردنج تو ذا بادي سيرفيس اريا. يبقى صغير صغير والنص نص نص والكبير كبير. يبقى كل واحد على حسب الجسم بتاعه. طيب اخر حاجه عايزين نعرفها اسمها ايجكشن فراكشن. اسمها ايه؟ ايجكشن فراكشن. بص ايجكشن يعني قذف، وفراكشن يعني نسبه او جزء. يعني هو عايز يقول ايه؟ ركز معايا لو سمحت. عايز يقول ان ده الاند دايستوليك فوليوم صح؟ الشويه دول اللي هم السود دول اللي خرجوا بره اسمهم ايه؟ ستروك فوليوم. عايز يقول الشويه دهم يمثلوا قد ايه من الاند دايستوليك فوليوم كنسبه مئويه. فاهمني؟ فقالوا هنحسب. طب لما انا اكون جاي في الثانويه 600 والمجموع الكلي 680 بحسبها ازاي؟ 600 على 680 واضربها في 100. يبقى هنحسبها ازاي؟ الشويه دول هم مين بقى؟ الاستروك فوليوم. هقسمها على مين؟ على الاند دايستوليك فوليوم واضربها في 100. تطلع من حوالي من 50 إلى 60%. يبقى ده اسمه كاردك ايه؟ اندكس. مش هما كانوا 135؟ اقسمها على 2 تبقى حوالي حاجه و60. يبقى هي تقريبا من 50 إلى 60%. يبقى دي اسمها ايجكشن فراكشن. اسمها ايه؟ يبقى كده كاردك اوتبوت عرفناه، والاستروك فوليوم عرفناه، والاند دايستوليك فوليوم عرفناه، والاند دايستوليك فوليوم عرفناه، كاردياك اندكس والايجيبشن فراكشن. فاضل حاجه؟ الايجيبشن فراكشن. عايزين نحسب النسبه. احنا اما عملنا هنا سيستول يبقى كان في هنا دايستول. في نهايه الدايستول اتكون عندي فوليوم 135. خلاص؟ الايجيبشن فراكشن معناه ايه؟ نسبه قد ايه من ال 135 طلعوا بره القلب. طب مين اللي هيطلع بره القلب؟ الاستروك فوليوم. فهماني؟ يبقى الستروك فوليوم يساوي كام؟ 70 صح ولا لا؟ يبقى عايز اعرف ال 70 دول يمثلوا قد ايه من الاند دايستوليك فوليوم.
كلام تعريفات سهل جدا ويتشال سلافوس كتير. السنة اللي قبل اللي فاتت كنت عامل الورق ده برضه، دخل واحد على الدكتور تيمور سأله في الورقة بالترتيب كده، والله زي ما بقول لك كده، قال لي أنا اتسألت في أول ورقة بالترتيب يعني إيه كاردك وقت فوق دكتور دكتور أحمد تيمور بتاع الأذون الشاعر أذون خلاص ما علينا خلاص السؤال اللي بيجي في الامتحان اسمه regulation of cardiac output، تكتب عليه اهم سؤال في cardiac output. regulation of cardiac output ده اهم سؤال. الورق معاكم؟ ايوه. اما نيجي للريجوليشن هنقسمها الى نصين، ركز معايا بقى، اصل انا اللي عامل لكم الورق وانا اللي بشرح، يعني مفيش داعي بقى تبص في الورق تفهم اللي انا بقول. ادي الكاردياك اوتبوت الريجوليشن بتاعها نوعين. بقول لك ايه؟ ما تقدرش تغير تقعد في مكان تاني. عنوانين كبار يا ابني يا دكتور بقول لكم ايه؟ علي النعمة اللي هيتكلم نمشيه صح يا اما انترنسك يا اما عكسها اكسترنسك. يبقى الريجوليشن يا اما اكسترنسك معناها حاجه داخل القلب، يبقى كلمه انترنسك يعني انسايد ذا هارت، شغل هنشتغل كلامي اللي هتكلمه داخل القلب. اكسترنسك يعني خارج القلب. طيب اما نيجي للانترنسك هنقسمها نصين، ادي نوع وادي النوع الثاني. النوع الاول اسمه هيتيرو مترك. اسمه ايه؟ هيتيرو مترك. هقول يعني ايه هيتيرو مترك ريجوليشن؟ عكس هيتيرو هوم، يبقى اسمها هوميومتريك ريجوليشن. يبقى الريجوليشن عنوانين كبار، يا انترنسك يا اكسترنسك. والانترنسك عنوانين كبار، يا هيتيرومتريك ريجوليشن يا هوميومتريك ريجوليشن. طيب هيتيرو يعني مختلف، وهوميو يعني ثابت، مترك يعني لينس يعني طول، ومترك يعني لينس يعني طول. يعني عايز اقول بالعربي يعني طول عضلة القلب هنا ثابت، اما طول عضلة القلب هنا هتتغير، يبقى هيتيرو يعني متغير. سهلة كده؟ طيب نمسك الشوية دول عشان احنا عارفين الاكسترنسك. اسمعني عشان المفروض ما اقولهاش، تساوي الفاكتور افكتنج كونتراكتيفيتي. نقولها بسرعه، نمره واحد نيرفاس فاكتور، حد فاكر ايه الحلاوه دي؟ يبقى السيمباثيتك يزود ولا يقلل؟ السيمباثيتك يزود ولا يقلل؟ ابو البارا يقلل. طب الكونتراكشن ده كنا بنقول عليه ايه؟ عالم القوة، اله القوة، كان اسمه ايه؟ يا
يبقى اللي زود يبقى اسمها ايه؟ بوزيتيف انوتروب. طب واللي قلل نيجاتيف. فهمنا بقى مش هنعيد بقى تاني. طيب اتنين فيزيكال. ايه المقصود بالفيزيكال؟ يعني درجه الحراره. اما التمبريتشر تزيد الكونتراكشن يزيد ولا ايه؟ يزيد ولا ايه؟ لا علشان الفيسكوستي هتقل والانزيماتيك اكتيفيتي تزيد والاي تي بي تزيد يبقى اسمها بوزيتيف ايه؟ انوتروب. يبقى الورم يزود يعني بوزيتيف خلاص مش هنعيدها بقى تاني والكولد يقل. ثلاثة دراجز. ايه بقى دراجز؟ كيميكال. حاضر كيميكال. ايه الكيميكال اللي المفروض ما انساهاش؟ يهبل. كنت بقول سيمباثيك اند نور ادرينالين وبارا سيمباثيك اند اسيتايلكولين. فلما تيجي عند الكيميكال يعني مواد الكيمياء ما تنساش بتاعه البارا والسيمباثيك. طيب يبقى هنا هنقول النور ادرينالين يزود والاسيتايلكولين يقل. هرمونز خلاص بقى احنا قلنا الكلام ده. سيروكسين الجلوكاجون والانسولين كل دول يزود يعني يعملوا بوزيتيف اينو روبوت. دراجز او ايونز. خد الايونز. الايونز بوتاسيوم صوديوم كالسيوم اكيد كلهم لما يزيدوا يعملوا كده. دراجز حد فاكر الدراجز؟ حد فاكرهم؟ شاطر هتيجي ديجيتال سانسين وكافيين كينيدين بروكينا ماي. حد فاكر الكينيدين وبروكينا ماي؟ دول كالسيوم تشانل بروكر كانوا بيقفلوا الكالسيوم تشانل اللي موجوده في الساركو لما يعني هيعملوا نيجاتيف كينو بروبيتيف. يبقى ديت اسمها اكسترنسك فاكتور. عملتهم بص يعني فكرتكم بيهم بس كده بسرعه على جنب في الورقه كده. دول بقى مش مهمين هنذاكر بقى دول. ايه بقى الهيميومتريك وايه هي الهوميومتريك؟ اسمع خليكم معايا سيبكم بس من اللي في ايديكم. الهيميومتريك يعني بريلو. الهيميومتريك يعني ايه؟ بريلو. اول ما اقول لك كده ابقى انا خلصتها يعني المفروض ما اشرحهاش. والهيميومتريك معناها افتر لود. مش عايز فقط بريلود اما خدناه في الفاكتور افكتنج كونتراكتيفيتي اللي كان اسمها ميكانيكال فاكتور قلنا البريلود هو. ركز معايا لو سمحت. البريلود هو البريلود هو ادي الاتريوم اهو وادي الاتريوم الثاني وادي الفنتركل وادي الفنتركل وادي الاورطة. صلى على النبي. قلنا البريلود اللي بيحدده حاجه اسمها اند دايستوليك فوليوم او ما بين قوسين كان اسمه فيه نصر تاني. يعني ايه؟ هقول ده انا عشان الناس اللي ما حضرتش. هنا يا جماعه ده اسمه الاتريوم. فجاي له فين من فوق وفين من تحت اللي هو السوبيرور فينا كافا اند انفيرور فينا كافا. الدم الصوت اللي بيرجع من النص اللي تحت الى القلب كده يبقى اسمه فينوس ريتير. يبقى ذا بلاد والتشريتير نسبه تو ذا هارت اسمه فينوس ريتير. والدم اللي هيجي من الابر هاف اوف ذا بودي ويروح كده على القلب يبقى برضه اسمه فينوس ريتير. يبقى اي حاجه تخش الرايت اتريوم يبقى اسمها ايه؟ فينوس ريتير. طب ما تخلي بالك ما هو الفينوس ريتير ده الاول ده بيروح على مين؟ على الرايت. ما ترد على الرايت ومن الرايت اتريوم خلال الترايكاسبيد هيروح على مين؟ ايه؟ قول على الرايت بيت. حلو. يبقى ده يبقى ده الرايت فنتريكولار فود. هنفترض ان الفينوس ريتيرن ده مثلا لتر. ده مثلا يعني. يبقى هيطلع من هنا قد ايه يا معلم؟ لتر. يبقى هيروح على اللنج قد ايه يا ريس؟ لتر. يبقى هيرجع الليفت اتريوم قد ايه يا معلم؟ لتر. يبقى هيخش الليفت اتريوم يبقى اللي هيخش الليفت فينتركل يبقى اللي هيطلع من هنا. ما فهمتش عايز تقول ايه؟ هقول لك اهو.
لو زاد البي مصرتين هيزيد الدم اللي في رايت اتريوم، هيزيد الدم ده هو صح ولا لا؟ طب الدم ده اسمه ايه؟ ان دايستوليك فوليوم. هنسال ليه؟ بس لما يزيد بقى يبقى لازم اللينس بتاع القلب ده يزيد. طب اللينس ده كان اسمه انيشال لينس، which is the lens، which is the lens just before the contraction. طب هنا اقول just before systole، صح ولا لا؟ الله، يعني اما الفينس ريترن يزيد، يبقى اما الفينس ريترن يزيد ركز معايا هيزيد الاندو دايستوليك فوليوم، ركز معايا هيزيد الانيشال لينس اوف ذا كاردياك ماسل، ركز معايا هيزيد الفورس اوف كونتراكشن. يقوم الدم اللي هنا يزيد، لو انتوا فاكرينها قلتها هيقول هيزيد الكاردياك اوتبوت من الرايت فينتركل، اللي هيقول الكلمه اللي انا قلتها هاخد كلام تو، هيزيد الرايت فينتريكولر كاردياك اوتبوت تو ماتش ذا فينس تو ماتش، ما قلتش الكلمه دي طبعا، تو ماتش علشان يوافق الفينس ريتيرن. يعني اما ده زاد لازم الفينس ريتيرن اللي هنا اللي هيروح، سوري، لازم الكاردياك اوتبوت اللي من هنا اللي هتروح للبلمونري هي كمان تزيد. ليه؟ تزيد علشان تواجه او تقابل او تو ماتش ذا انكريز ان ذا فينس ريتيرن. طيب يبقى كده بدل ما كنا بنطلع لتر هنطلع لتر ونص، يبقى الدم اللي هيلف في الرايت اتريوم هو كمان يزيد، طب اللي هيجي هنا يزيد، يبقى الانيشال لينس اللي هنا اوديال يزيد مضروب، يقوم الدم اللي هيطلع من هنا يزيد. كده عملنا ايه؟ خلينا الكاردياك اوتبوت اللي من هنا تساوي الكاردياك اوتبوت اللي هنا، مش ما زاد ده زاد الكاردياك اوتبوت من هنا، يبقى اللي رجع لهنا ايه؟ زاد، يبقى اللي طالع من هنا زاد علشان يبقى زي ده، يبقى اللي طالع من هنا زي ده، يعني طالع من الرايت فينتركل زاد قد الزياده اللي في الفينس ريتيرن. طب اللي طالع من الليفت فينتركل قد الزياده اللي في الفينس ريتيرن. يبقى معناها ايه بالعربي؟ معناها اللي طلعه القلب ده قد اللي طلعه القلب ده، يبقى اسمها ايه بقى بالفسيولوجي؟ ايكويلايزيشن. ما سمعتوش برضه اللفظ ده؟ ايكويلايزيشن اوف كاردياك اوت بوت ان بوث فينتريكلز. قول بقى الجمله دي تاني. انت شايف؟ طيب ايكويلايزيشن اوف كاردياك اوت بوت فروم بوث فينتريكلز، مش واحد يطلع لتر وواحد يطلع لتر و100، لا، الرايت يطلع لتر الليفت يطلع لتر، الرايت يطلع لتر و100 الليفت يطلع لتر و100، يبقى اسمها ايكوي، قول بقى كده ايكويلايزيشن اوف كارديك او بوت ان بوث فينتريكلز، اسمها ايه؟ ايكويلايزيشن اوف كارديك او بوت ان بوث فينتريكلز. طب ما عليها، اما الانيشال لينث هنا زاد، فزاد الانيشال لينث هنا كمان، ليه؟ علشان الفينتريكل ده زاد، فاللي هنا برضه زاد، فاللي هيوصل للليفت اتريوم يزيد، فاللي هيوصل هنا برضه هيزيد، يبقى هنا الاند دايستوليك فولدوم هيزيد، فيقوم يزود الانيشال ايه؟ لينس. يبقى الفورس اوف كونتراكشن تزيد ولا تقل؟ تزيد. تزيد. يبقى بوزيتيف اينو ولا نيجاتيف اينو؟ يقوم الكاردياك اوت بوت يزيد، يبقى الايجيكشن من الفنتريكل يزيد ولا يقل؟ يزيد. يبقى الاورتيك بريشر يزيد ولا يقل؟ ما تردها؟ يزيد. بص لي بقى وصلي على النبي. هو القلب ده مش عايز بنزين علشان يعمل كونتراكشن. البنزين بتاعنا هو مين؟ البلاد؟ صح ولا لا؟ قال لك اه ماشي، ايه المشكله يعني؟ قال لك ما هو يا ولد هيطلع من الأورطة شريان صغير كده اسمه ايه؟ قول كده، اسمه كروناري ارتري. اسمه ايه؟ كروناري ارتري.
يبقى الكورونري ارتري طالع من الاورطه. طالع من ايه؟ من الاورطه. اما يطلع من الاورطه يبقى ده الوول بتاع الهارت بقى، الوول اهو طبعا هنا وهنا. اما الوول ده يجي له دم كتير، يجي له دم ايه؟ يقعد، يبقى الكونتراكشن بتاعه جامد، يبقى بوزيتيف ايه؟ يبقى هيتيلو يعني ايه يا معلم؟ رد بقى عليا. هيتيلو يعني ايه؟ يعني زيرس اتشين ان ذا لين اوف ذا كاردياك ماسل. يعني ايه بقى هيتيلو؟ ايه سبب للتشينج؟ قدامك اهو زياده الفيلوسيتي. عمل ايه؟ زود الاند دايستوليك فوليوم. عمل ايه؟ زود الانيشال لينز. عمل ايه؟ زود الفورس اوف كونتراكشن. عمل ايه؟ زود الاورت بريشر. عمل ايه؟ زود البلاد اللي في الكورونري. عمل ايه؟ زود البلاد سبلاي اللي رايح للمايوكارد. تاني بقى هيزيد ايه مع بعض؟ بصوا لي يا منحه فاهمه. هيزيد ايه؟ قول بقى معايا. يزيد البلاد سبلاي اللي في الاور، يزيد البلاد سبلاي اللي رايح للمايوكارديا. يبقى كده خلص الهيتيرومتري. يبقى كيف بدأ؟ بزيادة الفينوسيتين. وبما انتهى بزيادة الاورتيك بريشر اللي زود الكورونري بريشر اللي زود البلاد سبلاي تو ذا مايوكارديان. تو ذا ايه؟ خلي بالك بقى معايا، ركز معايا لو سمحت دقيق. لو انا عملت رسم كروكي كده وقلت ده هو اسمه اند دايستوليك فوليوم وده هو اسمه اند سيستوليك فوليوم، الخط اللي فوق والخط اللي تحت، الفرق اللي ما بينهم اسمه ايه؟ ستروك فوليوم. مش احنا قلنا الستروك؟ ايوه اند دايستوليك فوليوم. يبقى ده هو. يعني انا لو عملت سهم كده، ركز معايا عشان تبقى فاهم الرسم اللي في الورق، يبقى ده اسمه كده ايه؟ ستروك فوليوم. لو انا نورمال يعني مفيش زياده في الفينس ريتير، يبقى الاند دايستوليك فوليوم كان كام؟ قول 135 مللي. والاند سيستوليك فوليوم كان هترد يا 65. يبقى ده كام؟ 70. يبقى ده اسمه ايه؟ نورمال. حلو؟ حلو ولا ايه؟ عايز اسال سؤال. اما يزيد الفينس ريتير ايه اللي يحصل؟ الاند دايستوليك فوليوم يزيد. ايه اللي يحصل؟ يزيد. ايه اللي يحصل؟ اورت بريشر يزيد. ايه اللي يحصل؟ كورونا بريشر يزيد. ايه اللي يحصل؟ البلاد سبلاي يزيد. طب ايه اللي يحصل لما البلاد سبلاي يزيد؟ يبقى الكونتراكشن يزيد. اسمعني بقى، اما الكونتراكشن يزيد يا احمد، الاند سيستوليك فوليوم يزيد ولا يقل؟ طب بلاش السؤال ده، خليه للمره الثانيه. الاستروك فوليوم تزيد ولا تقل؟ ها؟ قلت لها يا ده ثابت؟ ثابت يا احمد؟ يعني يا محمود اما يكون الفينس ريتيرن نورمال وهنا الاند دايستوليك فوليوم 135، يبقى الاند سيستوليك فوليوم اللي هيتبقى انا اهو 65، يبقى اللي هيطلع كام؟ 70. حلو كده؟ يا واد بس روق على، صح ولا لا؟ يبقى 70. انا بقى هزود الايه؟ الفينس ريتير. اما ازوده يبقى الانيشال لينز يزيد، يبقى الفورس اوف كونتراكشن، يبقى الاستروك فوليوم هترد يا يزيد. مقتنع بيها؟ طب بص لي بقى، ادي الهارت اهو، ادي الهارت اهو. لو هو فيه 70 مللي، 70 لو هو فيه 135 الاند دايستوليك، الاند دايستوليك 135 هيطلع هنا كام؟ 70. في هذه الحاله في هذه هتبقى هنا كام طيب؟ هتبقى هنا كام؟ قول كده 65. طب الحاله الثانيه اهي، ادي البنتركل اهو وادي الاورت. خلي بالك انا هزود الفورس اوف كونتراكشن، يبقى شويه الدم دول هيبقوا قليلين، صح ولا لا؟ لان انا عصرت القلب قوي. اما عصرته قوي هيطلع الستروك فوليوم يبقى بالزياده. خلينا بالزياده. يبقى ما يزيد هيبقى هنا كام؟
هيبقى هنا من 135 الى 185. 105 وايه و80. هنيجي هنا في الاند ستوليك بودي كان هنا كام؟ 65. بس القلب ما بيقدرش يسيب نفس الكميه لان لما الفينوس ريتن هيزيد بقى كان هنا كام؟ 105. الاند ستوليك 135 هنا كان بيسيب كام؟ 65. هنا يا دوب هيزيد 85. يبقى معناها ان الاند ستوليك فوليوم زاد بس حبه صغيره مش كتير بالنسبه لمين؟ لل 185. يبقى لما تيجي ترسم الرسمه دي هتعملها ازاي؟ هتعمل كده ده ايه كده. اما تعملها كده يبقى معناها ايه؟ معناها ان ال 65 دي زادت بس زادت قد ايه؟ 85. زادت قد ايه؟ 85. يبقى معناها ايه؟ الاند ستوليك فوليوم زاد حبه صغيره انما الاند دايستوليك فوليوم زاد كتير. يبقى ما يبقى في اسهم كتيره يبقى معناها مور انكريز ان ذا اند دايستوليك فوليوم وهنا هيبقى انكريز بس في الاند دايستوليك فوليوم. وبعدين تيجي موصل الخط ده كده بالخط ده كده واطرح دول من بعض بقى كام؟ 100. طب الستروك فوليوم هنا كانت كام؟ 70 وهنا بقى كام؟ 100. يبقى دي تشينجز ذات اوكيت الهيتيرومتريك ريجوليشن. نقولها من بقى تاني. هو الهيتيرومتريك انترنسك ولا اكسترنسك؟ انترنسك. طب الانترنسك ده معناها ايه؟ يعني حاجه في القلب. يعني ممكن الاكسترنسك دول ياثروا عليه؟ لا. ما هو لو اثروا عليه ما يبقاش ما يبقاش انترنسك. يبقى هقول لك it is an intrinsic mechanism او intrinsic phenomena يعني ظاهره داخليه في القلب independent او not affected by extrinsic factor. دول كلهم اللي هي الهرمونال والكيميكال والنرفز وكله والفيزيكال وكله لان دول لو اثروا على القلب يبقى مش هيبقى intrinsic هيبقى ايه؟ extrinsic. هيبدا بزياده الفيروس ريتين وهينتهي بزياده الاورتيك بريشر. بس ده يا جماعه ترانزيانت. يعني ايه ترانزيانت؟ يعني مؤقت. يعني ما بيزيدش على طول. يعني فروم فيو سكند لفيو مينت. يعني حاجه صغيره. طب بتحصل امتى؟ في اربع حالات. الحاله الاولى اسمها هارت فيلير. قول وراي هارت فيلير. واحد اثنين دي نيرفيتد هارت. ثلاثة ترانسبلانتد هارت. أربعة إيكويلايزيشن أوف كاردياك أو إتبوت إن بوث فينتريكلز. بس يبقى إذا إن بوث فينتريكلز يبقى دي أهمية الهيتيرومتريك ريجوليشن. أهمية الهيتيرومتريك ريجوليشن أو السيجنيفيكانس بتاعته في أربع حاجات. وطبعا دول كلهم لو أنتوا فاكرين بيشتغلوا بالانيشال لينس اللي هو كان اسمه ايه بقى؟ سبارلينج جلو. لو عايز اقول اسمه كامل فرانك سبارلينج جلو. اسمه ايه بقى؟ فرانك سبارلينج جلو. دول اللي قلنا عليهم اللي كانوا بيشتغلوا بالانيشال لينس. يبقى هو الحاجه اللي تشتغل بالانيشال لينس يبقى اسمها بريلود واسمها ايتيرو متر كيرفوليشن وفايدتها ان هي تزود البلاد سبلاي للفنتركل علشان يقدر يعمل كونتراكشن. عشان يقدر يعمل ايه؟ كونتراكشن. واهميته اربع حاجات: هارت فيلير، دي نيرفيتد هارت، ترانسبلانتد هارت، اند ايكولايزيشن اوف كاردياك او بوت ان بوث فنتركل. اقلب الصفحه من فضلك. هتلاقي أمين السنة دلوقتي هتلاقي إن العوامل التي تؤثر على الإند دايستوليك فوليوم ثلاثة. إيه العوامل؟ اسمها فاكتور أفكتنج. ده يجي سؤال لوحده أفكتنج إند دايستوليك فوليوم. فاكتور أفكتنج إند دايستوليك فوليوم ثلاثة. يعني أنا عايز أقول إيه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على الاند دايستوليك فوليوم؟ فاكتور افكت يا اما بالزياده يا اما بالنقصان. عايز اعرف ايه العوامل التي تؤثر على الاند دايستوليك فوليوم؟ اقولهم لك انا هم ثلاثه. بص لي بس وانت هتعرف.
اما الفينس ريتيرن يزيد يبقى الاند دايستوليك فوليوم يزيد صح ولا لا؟ يبقى اول فاكتور عندي اسمه يا شباب اند فينس ريتيرن. طب خلي بالك الفينس ريتيرن زايد قول بس الاتريوم بايظ يعني الفينس ريتيرن زاد من لتر الى 2 لتر بس الاتريوم ده مش قادر يستوعب ال 2 لتر يعني الكونتراكشن بتاع الاتريوم فيه مشكله صح ولا ايه؟ فاهمني؟ يبقى تاني فاكتور اسمه ايه؟ اتريال كونتراكشن. طيب ده زاد مثلا ال 2 لتر مثلا والاتريوم طلع سليم ما فيهوش مشكله بس المشكله في البنت المشكلة ان ده يستوعب الاتنين لتر يبقى عشان يستوعبهم لازم يعمل ايه؟ دايستو يعني دايلاتيشن بس هو بيعمل دايلاتيشن لا حاجة عملت له ليميتيشن عملت له ايه؟ ليميتيشن انا عايز اعمل دايلاتيشن كده ولقينا حاجة عملت ليميتيشن اوف فينتريكولار دايستو زي ايه؟ قلنا ايه اللي حوالين القلب؟ بريكارديوم اسمه ايه؟ البريكارديوم ده فيه 10 مللي فليو حصل مرض ودخل فيه 100 مللي فليو يبقى اذا هيضغط على مين؟ على القلب ايوه زي البلوره بالظبط يبقى اما يبقى البريكارديوم فيه ميه ما يخليش القلب يحصل فيه دايلاتيشن يعني يبقى فيه دايستول بيقولوا عليها ايه؟ يقولوا عليها هكتب بس الاول كده اسمها كاردياك اسمها كاردياك كومبلاينس اسمها كاردياك ايه؟ يعني ايه كومبلاينس؟ يعني تمدديه يبقى اكتب كده فوق كومبلاينس يعني تمدد يعني دايستول يعني الفنتريك انت اهو ادي القلب اهو يا شباب ادي القلب اهو وحواليه حاجه اسمها بريكارديوم خدناه والله العظيم في اول محاضره ادي البريكارديوم اهو عباره عن تو لاير برضو زي البلورة فيسرا الليره اهي وبرايت الليير اللي فوق وما بينهم وبين بعض كده في فيول اللي كان بيعمل لوبريكيشن وكان بيعمل ليميتيشن اوف اوفر ديستنشن اوف ذا ما يخليش يزيد قوي بس لما يحصل بقى مرض والفلويد اللي هنا يزيد قوي يبقى اسمها بريكارديال مش ده اسمه بريكارديال يبقى اسمها بريكارديال اسمها بريكارديال افيوجن يبقى اسمها ايه بريكارديال يعني زي الهيدروثوركس في الرئه هيدروثوركس يعني ايه في الرئه هيدروثوركس يعني ايه هيدروثوركس يعني فلويد في البلوره يبقى اسمها بريكارديال افيوجن بس ما ينفعش هنا اقول هيدروثوركس اقول عليها بريكارديال افيوجن بريكارديال ايه؟ طب افرض عندي الفنتركل فيه هارت فيلير انا عايزكم بس ما تتخيلوش ان كلمه هارت فيلير معناها ان القلب باظ معناها ان القلب ما بيضخ لا بيضخ بس بكفاءه اقل يعني مش هارت فيلير معناها ان هو واقف كده لا ده هو بيضخ بس الكفاءة بتاعته قليلة يبقى معناها ان الفنتركل ده هو لو فيه هارت فيلير لو فيه هارت ايه؟ فيلير وهيجي لي من هنا مثلا 2 لتر وانا عندي هارت فيلير هل هيضخ الدم ده؟ لا طبعا يبقى كده هيأثر على الكونتراكشن هيأثر على ايه؟ على الكونتراكشن طيب عايزين بقى ناخد ايه؟ ناخد الفاكتور افكتنج الفينس ريتير ده سؤال اكتب عليه سؤال هنمسك بقى الفينس ريتيرن ده لوحده كده سؤال يعني صعب ان انا اجيب لك الفاكتور افكتنج انه ده يستلك فوليوم عشان كبير انما ممكن اجيب لك الفينس ريتيرن بس لو قلت لك عادي دي كلمتين ودي كلمتين مش مشكله يعني بس بحب انا اريحك شويه اقول لك فاكتور افكتنج فينس ريتيرن مكتوب عندكم في اول سطر في الورق زير ار فور فورسز شايفينهم؟ اول سطر خالص في الفاكتور افكتنج فينس ريتير زير ار فور فورسز مش مكتوب كده ولا لا مكتوب علم عليهم كده بالقلم
وتبقى عارف ان الفتر اللي هي تحت ده اللي هي ان انا بقول عليها ده اهي اقرا السطر بقى كمله في السطر الثاني هيقول لك افكت فينوس ريتير اجينست جرافيتي صح مش انا كاتب كده ولا ايه في الورق اجينست جرافيتي يعني ايه اجينست جرافيتي يعني من الدور لين يعني من الدور ايه لين انا عندي فينوس ريتير يا اما من الابر بار يا اما من الدور بار الأبر بارت ماشي مع الجاذبية يبقى لا يخضعه للأربعة الأولانيين فاهمين حاجة؟ أيوة يعني بيتكلم عليهم دول اللي جايين من النور عكس إيه؟ لا يجين أصلا عكس يعني عكس إيه؟ بس بينهم بين كابة وده الانفيرو بنكاب خلاص الدم اللي من اللور لينب ماشي كده الدم اللي من الابر لينب ماشي كده يبقى من اللور لينب اسمه اجينست جرافيتي اللي من الابر لينب اسمه برو جرافيتي يعني مع الجرافيتي يبقى الاربعه الاولانيين مختصين في اللور لينب والباقي للاثنين فاهمين كده؟ اصل انا ساعات بيجي الدكتور يقول لك سؤال يقول لك ايه؟ فاكتور افكتنج فينوس ريتيرن فروم ذا لور ليف يبقى لازم تكتب له الاربعه الاولانيين الاول وتكملي الباقي فاهمين كده؟ انما لو قلت لك فاكتور افكتنج فينوس ريتيرن وسكت تكتب كله فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني هنكتب الاثنين طيب هنعرف بقى ايه بقى الفاكتور افكتنج فينوس ريتيرن بص لي يا ريس اول حاجه اسمها ريسبيراتوري بامب افكت اسمها ايه ريسبيراتوري بامب افكت يعني ايه ادي الشيست اهو معلش هحصك بس القلب شويه عشان تشوفه يعني ادي الهارت اهو وادي الفينس ريتين اهو يبقى ده اللور ليم وده الابر ليم بص لي بقى ده في الشيست طبعا هنا في اللنج اهي يبقى ادي اللنج ما علينا يعني خلاص اللنج ده اهي ديورنج انسبيريشن يبقى الهواء يخش ماشي ايوه يبقى معنى انسبيريشن الانترا بلورا بريشر يقل ولا يزيد يعني ايه اسمه نيجاتيف انترا بلورال بريشر حلو بس بقى مش عايز دي كمان بص لي ايه افتح افتح الازازه ورا لو سمحت لسه هنطلع بقى ونقول لهم هاتوا واعملوا جو حلو خلي بالك بس افتح لي افتح الازازه اللي جنبك لو سمحت يبقى هناخد نفس هناخد نفس يبقى كده بص نيجاتيف انترا بلورا بريشر مش مهم بس بص لي تاني ايدي هنا يعني ده الدايفراج هعمل كده بص لي هينزل لتحت يبقى دايفرام اقوله دي يبقى دايفرام دي السن ايه رايك في الابدومينال كافيتي يزيد ازاي؟ الابدومينال كافيتي ده الابد من اهو اما ده ينزل لتحت ايه اللي يحصل؟ يبقى الابدومينال كافيتي يبقى الانترا ابدومينال بريشر يزيد خلي بالك بقى طب ما هو صاحبنا ده اللي هو ده اهو طالع من هنا كده ورايح على القلب اما يزيد الانترا ابدومينال بريشر يعني سكويز يعني سكويز عرض يوم الدم يجي طالع من هنا يجي رايح على القلب يبقى اذا الانسبيريشن يعمل ديسيند للدايفرام يزود الانترا ابدومينال بريشر يعمل سكويز للفينز اللي في اللور ليمب
يقوم يطلع الدم للنهار. دي نمره اما نعمل انسبيريشن هنقول ده الفين اهو اللي هو ده زي ده، يبقى اللنج بتعمل كده يعني بتوسع. اما نعمل اكسبيريشن يعني اللنج بتصغر. يعني كاني بعمل ازاي؟ زي القطاره. يعني ايه؟ يعني لنج كولابس يعني ديفليشن، وبعدين لانج انفليشن يعني اكسبيريشن وانسبيريشن، يبقى زي القطار. يبقى هتعمل نيجاتيف بريشر، واي نيجاتيف بريشر يعمل ساكشن. ساكشن مش اللانج يا ابني بتعمل كده؟ ايوه. يبقى زي القطاره بالظبط. القطاره مش عارفين القطاره ولا ايه؟ يبقى ادي اللانج ما يحصلها انسبيريشن تعمل كده. طب اكسبيريشن تعمل كده، يبقى انسبيريشن اكسبيريشن قطار اسيب، يبقى انسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن. اسيب ايديا الميه تشفط تطلع لفوق، يبقى يعمل سكشن اوف ذا اوف ذا بلاد فروم ذا لور ليمب انتو ذا هارت. يبقى اللي اسمها ريسبيراتوري سكشن افكت او ريسبيراتوري بامب افكت تعمل حاجتين. ديورنج انسبيريشن الدايجرام ينزل لتحت، يقوم يزود الانترو ادومنا البريشر، يعمل سكويز للفينز يقوم يطلع الفينز. ديورنج انسبيريشن هيقل النيجاتيف انترا بلور بريشر، وديورنج اكسبيريشن هيزيد الانترا بلور بريشر. This increase and decrease leads to suction of the blood from the extra thoracic to intra thoracic. يعني من الابدومن يعني للسورة. Extra thoracic to the intra thoracic. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كاردياك بامب او كاردياك ساكشن بامب. اظن بقى يعني هي فهمت خلاص، يعني طالما فيها ساكشن يبقى لازم يحصل كونتراكشن وريلاكسيشن، او يحصل سيستول ودايستول. فالاترم بيحصل فيه نفس الكلام، ديورنج اتريال سيستول يقل، ديورنج اتريال دايستول يزيد يقل يزيد يقل يزيد. قطارة يقل يزيد يقل يزيد يشفط الدم، يبقى ساكشن في الزفر. يبقى في دي اسمها كاردياك بامب افكت او كاردياك ساكشن افكت. ديورنج فينتريكولار سيستول يقل يزيد هنا البريشر، سوري ديورنج اتريال، وديورنج اتريال دايستول البريشر يقل. الزياده والنقصان يعمل نيجاتيف بريشر، يعني يعمل سكشن اوف ذا بلاد من الفين يدخله الى الرايت ايه؟ نمره ثلاثة، الفين دي بقى من الابدومين هتيجي نازله لتحت كده. اما تنزل لتحت كده هلاقي هنا رجلي، وهلاقي هنا رجلي، وهلاقي هنا رجلي، وهلاقي هنا رجلي، صح ولا لا؟ فهنا الفين ده ماشي ما بين اسكليتال ماسل، وهنا ما بين اسكليت المصر. يوم سيادتك وانا ماشي كده خلي بالك هشيل رجلي ده هيك واحطها على الارض، يبقى كده حصل كونتراكشن. حصل ايه؟ اما يحصل كونتراكشن يبقى تضغط على مين؟ على الفيز، تقوم تعمل سكويز يبقى ترفع الدم لفوق. بس في مشكله، بص لي، اما ارفع رجلي ثاني الدم هينزل. بس في ايوه، فربنا سبحانه وتعالى عمل لنا اهو حاجه اسمها فالز. اسمها ايه؟ فالز. يعني ايه فالز؟ يعني يسمح بمرور الدم ان وان دايركشن. يبقى اما تضغط السكليتال ماسل هتزق الدم من فوق، واول ما نرفع رجلينا من على الارض تيجي الفالز ديت ايه؟ يبقى الفالز عملت ايه؟ عامل ايه بالبسيولي؟ بيريبين داون وور موفت اوف ذا بلاد. قول بقى بيريبين داون وور موفمنت اوف ذا بلاد. لو واحدة عندها البلب بايظة يعمل لها دوالي، او يعمل له دوالي اسمها باريكوز فين. يبقى لو البلب دي باظت هيرفع رجليه، هيجي الدم نازل لتحت تاني. طب يعمل كونتراكشن يطلع سنه لفوق، طب يعمل ريلاكسيشن ينزل لتحت. يبقى الدم يتجمع في اللور ليمب
ويخلي الفينز دي تخينه ومتعرجه كده، يقولوا عليها فيجوز فين. بتحصل اكتر في مين؟ الماجنتس بيعمل ايه؟ بيبقى هنا في البيبس. مش الحمل بيبقى في البيبس ولا ايه؟ بيبقى في البطن. لا في البيبس. بيبدا من البلفس ويبدا يزيد. ما علينا، اما يحصل بريجنانسي يقوم يضغط على الفيمورال فين، اما يضغط على الفيمورال فين يقوم الدم ما يرجعش، او مش كله مش هيرجع، هيرجع بس قليل، يقوم معظمه ايه يتجمع تحت. ولذلك كل الحوامل تلاقي رجليهم من تحت العروق باينه، يعني عندها فاريكوز. اسمها ايه؟ طيب يبقى دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نمرة اتنين، نمرة اتنين، لو سمحت اسكت عشان نخلص. جنب كل فين زي ما انتوا عارفين في الاناتومي في ارض جنب كل فين في ارض، صح؟ ف هو ايه الفرق اللي بينهم الارض؟ ده كله زيت وده ايه الفرق اللي بينهم الارض؟ ده تتك عليه تفتح تاني وده بيبقى ده بين كل لبس. بين كل لبس ده بين كل لبس والارتري. طب ما انا قلت كده يا دكتور. ايه كده؟ وايه كمان؟ الارتري طلع دم فوق. الارتري بيدم يا دكتور. انما لو هو بره واتعورت تموت في نفس اللحظه، لان البريشر عالي هيصفي جسمك كله من الدم بسرعه. ده مش عايز وقت. انا بفكرت اللي هو بتاع دي بارتي دم معاكس ده في بارتي زي ما فيهوش بارتي ده في ايوه هو الفرق. ماشي عايز الفرق بس انا عارف السكه اكسيديتد بلاد ده دكتور دم احسن دم مرسل الارتري بانسيتنج والفين مان بانسيتنج. يعني ايه بطسيشن؟ بطسيشن معناه اسكت. بطسيشن معناه نعمل بص كده، صح؟ او بيعمل كده، او بيعمل كده بص كده بيضغط على فين، صح؟ هو بينبض. اما يعمل كده هو يضغط على الفين يخلي الفين ده كده، يبقى حجم الفين يقل ولا يزيد؟ يبقى البريشر اللي جواه يزيد. ده اسمه ارتيريال بطسيشن. يبقى الارتري اما يبقى جنب الفين يساعده يخبط فيه كده. طول ما هو بيخبط فيه كل ما بيقلل السايز بتاع الفين، كل ما يزود البريشر اللي جوه الفين كل ما يزيد الفينوس. يبقى دي اسمها ارتيريال بطسيشن. طيب الحاجه اللي بعدها سيل. احنا قلنا ايه؟ اقولهم احنا ماشيين بالترتيب اهو. الكارديا بامب ساكشن والريسبيراتوري ساكشن والسكريتال ماسل بامب. السكريتال ماسل بامب اللي لسه رسمناها اهي، وارتيريال بالسيشن. الحاجه اللي بعد كده بص، لو انا حصل لي اهو هيموريدج. يعني ايه هيموريدج؟ مطرود نزيف. اما يحصل لي هيموريدج يبقى البلاد فوليوم يقل، يبقى البريشر يقل. يا ولا انا عندي الفين اهو فيه ميه كتير، يبقى البريشر اللي جواها يزيد، يقوم الدم يروح للفين للهارت. طب اما اخد حصل لي هيموريج يعني نزيف، يبقى البلاد فوليوم اللي هنا هيقل، يبقى شويه اللي مفقين في البلاد في الفين قليلين، يبقى البريشر بتاعهم قليل، يبقى الدم اللي رايح للقلب يقل. يبقى اللي بعد كده اسمها بلاد فوليوم. الحته اللي جايه بقى دي مهمه. ايه بقى الحته اللي انا عايز اقولها؟ ادي الاورطه اما بيمشي كده ده اسمه ارتري.
اما يصغر شويه يبقى اسمه ايه؟ ارتريول. اما يصغر خالص يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ ركز معايا سيدنا بقى. الفاكتور اللي بعد كده اسمه ديامتر اوف بلاد فيزل. ديامتر اوف ايه؟ بلاد فيزل. ركز معايا بقى عشان دي ام سي كيو مهم. بص لي كده. بص في فرق لو حصل ارتريولو دايلاتيشن. ارتريولو دايلاتيشن ما ده اسمه ارتريول صح؟ يبقى اسمها ارتريولو دايلاتيشن. ولو حصل كابيلاري دايلاتيشن. في فرق انتوا مش متخيلين الفرق. انا اقول بقى لو حصل ارتريولو دايلاتيشن. لو حصل ارتريولو ايه؟ دايلاتيشن. يبقى الدم اللي هنا اللي هيروح للارتريول يزيد ولا ايه؟ يزيد. شاطر. اما يزيد يبقى الدم اللي رايح للكابيلاري يزيد. شاطر. يبقى اللي هيروح للفين يزيد. شاطر. يبقى اللي هيروح للقلب يزيد. قول بقى ارتريولو دايلاتيشن يزود الفيروس للتل. سهلة ايه؟ طب لو عملنا ارتريولو كونستريكشن ايه اللي يحصل كده؟ يبقى الدم اللي هيروح هنا ايه؟ يبقى اللي هيروح للفين. يبقى اللي هيروح للقلب ايه؟ يبقى قلب الفين. اسمع بقى مش بيحصل. ما بيحصلش كابيلاري دايلاتيشن الا في حالة الشك او الالرجي. لا في حالة ايه ولا الشوك او الالرجي يعني الحساسية. ساعات واحد كده يجيله غيبوبة ما يفطرش مثلا ولا ياخد سمك ولا يحصل له اي مصيبة يقوم ايه الضغط الدم بتاعه يقل فيحصل له غيبوبة. ازاي؟ بصيت اما يحصل لي الالرجي. يعني ايه الالرجي؟ يقوم الاميونو جلوبولين. عايز حد يقول الاميونو جلوبولين ايه؟ والماجد. فاكرين ماجد؟ ماجد اختاروا واحد من ماجد. جي ايه يا دكتور؟ ايه 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 الحساسية اميونو جلوبولين ايه اللي ماسك. بس كان امبارح اللي ماسك فيها الماست سيل. يبقى ما الانتيجين يدخل يقوم يمسك في الاميونو جلوبولين ايه يوم يشغل الماسس يوم يطلع ماده اسمها هيستامين. اسمع بقى اما الكابيلاري يحصل فيها دايلاتيشن. قول كده اما الكابيلاري يحصل فيها دايلاتيشن. قول كده اما الكابيلاري يحصل فيها دايلاتيشن. يحصل بولينج اوف ذا بلاد. بول يعني تراكم يعني تجمع. يعني ايه بقى؟ اقول انا بقى يعني ايه؟ يعني اما يحصل كابيلاري دايلاتيشن هيبقى كده. بص كده ادي كل كابيلاري تبقى كبيره بقى كده اهي. يبقى ناخد دم كتير من هنا عشان نملى دي. ناخد دم كتير من هنا عشان نملى دي عبال ما تملاها بقى يا معلم. يبقى شويه اللي باقيين يقلوا. يبقى يحصل الفينوس ريتين يقل. يبقى الكاتك او البول تقل. يبقى اللي هيطلع من الاورطة يقل. يبقى اللي رايح للبرين يقل. يحصل لك غيبوبة. طبعا لازم تاني الارضي هيروح على الكابيلاري. بقول في حالة الالرجي الكابيلاري بتوسع قوي. اما توسع قوي لازم نملاها الاول والباقي يطلع لفوق لان الشعور حسيت حته فاضيه تحت وارفع الميه لفوق. يعني لو عد ماسوره اسيب حته بالماسوره من تحت فاضيه وارفع الدم ولا املى من تحت الاول؟ املى من تحت. فاما يحصل كابيلاري دايليتيشن يحصل بولينج اوف ذا بلاد. يحصل ايه يا واد؟ بولينج يعني تراكم. بولينج اوف ذا بلاد. يوم الدم اللي هيروح للفين يقل. يبقى الدم اللي يروح للهارت يقل. يبقى اللي هيروح للليفت للرايت فنتريكل يقل. يبقى اللي هيروح للبالمونري يقل. يبقى اللي هيروح للليفت اتريوم يقل. يبقى اللي هيروح للليفت فنتريكل يقل. يبقى اللي هيطلع من الاورطه يقل. يبقى اللي هيطلع من الاورطه يقل. يبقى اللي رايح للبرين يقل. يحصل
إن هناك فرق بين الأرتريول وبين الكبلة. في الحالة الأولى كان الكبلة نورمال، يعني حجمها نورمال، لما وسع الأرتريول يبقى الدم زاد، وديت نورمال يعني مش هتاخد دم زيادة عن اللازم، فطبعا الزيادة اللي هنا هيعدي وتطلع للفين وتطلع على فوق. يبقى هناك فرق بين الأرتريول ودايلاتيشن وبين الكابيلاري ودايلاتيشن. هنيجي هنا آخر فاكتور، فاكتور اللي بعديه اسمه بس يا ايوه بس هيعدي في كل الكابيلاري نفس اللتر. ماشي هيعدي في الكابيلاري كلها نفس اللتر، يبقى هيطلع القلب نفس اللتر. حلو كده، هخلي دي ثابته، دي هتبقى 2 لتر، هيعدوا من الكابيلاري 2 لتر يطلع للقلب 2 لتر. دي بقى ثبتنا، دي هنغير في دي بقى هتبقى كده اهي، دي فيها 2 لتر اهو، دي فيها لتر قصدي صح. هتاخد من هنا الاول نص لتر وبعدين تطلع نص لتر، يبقى نص لتر. طب دكتور دلوقتي لما يتجمع فيها دم مش كده، بعد هو الدم اقل مره واحده بعد كده هيزيد مره واحده بعديه ولا انا قلت مره واحده انت اللي بتقول؟ لا انا قصدي يعني هيقل في الفينس. ايوه هيقل، تمام هيقل في البيت. طب دلوقتي الدم يتجمع في اللي انت عايز تصلح يعني، مش كده عايز تقول لي الجسم مش هيقف على كده؟ صح. اما يحصل هايبوتنشن هناخدها في الارتيريال بلاد بريشر ان شاء الله، في الريجوليشن بلاد بريشر، ارتيريال بلاد بريشر، ان الكلام ده هيتصلح بحاجه هناخدها ب 12 حاجه. هيتصلح ب 12 حاجه، الجسم ما بيسيبش الامور كده. الجسم ما يحصل اي مشكله بيحاول يصلحها، ما عرفش يصلحها يبقى لازم نتدخل بادويه. فهمتي؟ يعني ده مش هيقف على كده. احنا بنثبتين الفاكتور اللي احنا بندرس عليه. انما الجسم هل هيتعامل معاها؟ نعم. هيتعامل معاها ب 12 حاجة، ال 12 حاجة دول هيزودوا الفينوس ريتير اللي تاني. طب تمام؟ طيب. آخر فاكتور بقى أهو. آخر فاكتور. بص يا ولد، آخر فاكتور أهو. نورمالي البريشر هنا من 0 إلى 2. هنا يعني فين؟ في الرايت كده. ونورمال البريشر هنا من 7 الى 4. يعني في حاجه اسمها بريشر جريديانت او بريشر ديفرنس. بريشر جريديانت يعني فرق الضغط، او بريشر ديفرنس يعني فرق الضغط. اكيد 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 اما يبقى الضغط هنخليها 7 وصفر بقى خلاص عشان ما تتخبطوش. خلاص عاديه، لو البريشر هنا 7 والبريشر هنا 0 يبقى الدم هينتقل من الضغط الواطي الى الضغط العالي، صح؟ لا العكس. اهز ودانك يبقى مش مركز. يبقى انتقل من الضغط العالي الى الضغط الواطي، يبقى هيمشي من هنا الى هنا. طب بص، افرض البريشر ده اهو بقى 10، يبقى البريشر ديفرنس زاد، يبقى الفينوس ريتير يزيد. يبقى اما يزيد الفينوس، اما يزيد الارتيريال بريشر، اما يزيد البريشر ديفرنس يقوم الفينس ريتيرنسي. طب ده خليته 4، يبقى الفينس ريتيرن اللي من هنا لهنا يقل، صح ولا لا؟ البريشر هنا بيقولوا على ايه؟ هما دول كده كان اسمهم ايه امبارح؟ سيستيميك فينس. اسمهم ايه؟ سيستيميك فينس. بيقولوا عليها ايه؟ اسمه ايه؟ مين سيستيميك فيلينج بريشر. اسمه ايه بقى؟ مين سيستيميك فيلينج بريشر. مين يعني متوسط؟ سيستميك يعني الضغط من سيستميك فين؟ فيلنج لانه هيملى الرايت اتريا، وبريشر يعني ضغط. يبقى متوسط الضغط اللي بيملى الرايت اتريا اللي موجود في الفينز دي، يبقى اسمها مين سيستميك فيلنج بريشر. طب والبريشر اللي هنا اسمه ايه؟ اتريال بريشر. يبقى الفاكتور اللي بعد كده اسمه ايه؟ بريشر جريديانت.
between the mean systemic filling pressure ولا هو and right atrial pressure and right atrial pressure. كل ما يزيد البريشر ديفرنس كل ما يزيد الفينوس ريتم، كل ما يقل البريشر ديفرنس كل ما يقل الفينوس ريتم. يبقى ديت الفاكتور افكتنج الفينوس ريتم. الاتريال كونتراكشن قلنا لو في مشكله هنا ان الاتريال مش عارف ينقبض، او لو في تيومر جوه الاتريال يعني حاجه مصغره الحجم بتاعه يعني، يبقى مش هياخد الدم ده، يبقى الفينوس ريتم يقل. اخر حاجه اللي هي الكارديال كومبلانس شرحناها. يبقى ديت الفاكتور افكتنج الاندو دايستوليك فوليوم ثلاثة. واحد فينوس ريتيرن، اثنين اتريال كونتراكشن، ثلاثة فينتريكولار كومبلاينس. ورا بعض اهو. أول فاكتور اسمه فينوس ريتيرن. طب الفينوس ريتيرن بيروح على مين؟ على الرايت اتريال. يبقى اسمه اتريال كونتراكشن. طب الدم من الرايت اتريال بيروح على فين؟ على الفينتري. يبقى اسمه فينتريكولار كومبلاينس أو كارديال كومبلاينس. يبقى في ثلاثة فاكتور يأثرهم على الاندو دايستوليك الفينوس ريتيرن ثم الاتريال كونتراكشن ثم الفنتريكولار او الكاردياك كومبلانس. يبقى كده خلصنا الانتيرومتريك. الهوميومتريك بقى سهلة خالص. الهوميومتريك بتبدأ من حيث انتهى الهيديرو. الهيتيرومتريك سوري الهوميومتريك تبدا من حيث انتهى الهيتيرو. طب بما انتهى الهيتيرو بالانكريز اوف اورتيك بريشر هيزود الكورونري بلاد فلو هيزود البلاد سبلاي للمايوكارد. ده كان ترانزيت يبقى ده هيبدا ستارتد باي انكريز الاورتيك بريشر. طيب يبقى اهو ادي الفنتركل اهو اهو وادي الوول اهو وادي الاورطة اهو وادي الكورونري اهو. مش احنا قلنا لما عملنا هنا كونتراكشن زاد الفنتريكولار سيستول فزود الكاردياك اوتبوت فزود الاورتيك بريشر زود الكورونري زود البلاد سبلاي اللي رايح للمايوكارد. هنا يا جماعه الاند دايستوليك فوليوم شغله انتهى. مش اما الفينوس ريتيرن هنا زاد زود الدم اللي هنا اقول اه وبعدين زود اللي هنا وبعدين زود اللي في البلمونه وبعدين زود اللي في الليفت وبعدين زود ده والانيشال لينس زاد خلاص. الانيشال لينس زاد خلاص انتهينا. يعني عايز اقول هوميو يعني الانيشال لينس مش هيتغير خلاص ما هو اتغير بالفينوس ريتيرن اللي ورا. فاهمني ولا لا؟ يعني الفينوس ريتيرن لما زاد زاد الدم اللي رايح للفنتركل ده ثم البلمونري ثم ده ثم ده زاد بقى الطول كده اهو. يبقى ده الطول اهو اه ده بقى ده اسمه هيتيرو كده. الهيتيرو ده زود البلاد سبلاي اللي رايح للاورطه زود الكورونا زود الدم اللي جاي لدي. هل بقى اما يزود البلاد سبلاي اللينس هتغير؟ لا طبعا لان الاند دايستوليك فوليوم هو اللي غيره خلاص انتهى بدا من ده لده. يبقى هنا الانيشال لينس كونستنت. الانيشال لينس ايه؟ كونستنت. افتر لود ليه؟ علشان هو بيبدا بزياده الاورتيك بريشر. طب ما الاورتيك بريشر هناك لو رجعته الذاكره هيقول لك ان الافتر لود بيعتمد على حاجه اسمها اورتيك امبيدنس. اورتيك ايه؟ اللي هم كانوا ثلاثه الريجيديتي والفيسكوزيتي والبريشر. اه والاورتك بريشر يبقى دول اسمهم على بعض اسمهم اورتك ايه يبقى دول اسمهم افتر لود. الافتر لود يبقى كده الانيشال لينس ثابت. يبقى الانيشال لينس ايه؟ ثابت. خلي بالك اما يبقى الانيشال لينس ثابت خلي بالك اهو ادي الاند دايستوليك فوليوم وادي الاند سيستوليك فوليوم. كان هنا 135 وايه؟ و30 وهنا كان كام؟
100 كان 65 والفرق ما بينهم كان كام 70 يبقى دي اسمها الاستروك فوليوم. طب بقول مش احنا قلنا ان الافشنس مش هتغير ما ترد يبقى الاندستريك فوليوم مش هيتغير مش ما هو الكليشن لينس معتمد على الاندستريك فوليوم فاذا لم يتغير الاندستريك فوليوم لن يتغير الانيشال لينس صح ولا لا؟ طب احنا قلنا الانيشال لينس لم يتغير يبقى الاندستريك فوليوم لم يتغير يبقى هيتم ماشي عدل 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 يبقى هيبقى كام 135 يبقى هنا الاند دايستوليك فوليوم كونستانت اسهله بس احنا بقى انتوا ناسيين اما زودنا البلاد سبلاي للأورطة يبقى الفورس اوف كونتراكشن قول يزيد اما يزيد يبقى الاستروك فوليوم يزيد طب والاند سيستوليك فوليوم يقل ولا يزيد في ناس مش متخيله وعشان كده ساكتين بقول يا جماعة بقول ادي الفنتركل اهو ادي الفنتركل اهو اما زودنا البلاد سبلاي اللي رايح له فالفورس اوف كونتراكشن هيزيد فهيتبقى لو احنا في النورمال بيتبقى شوية دم دول اللي هما الاند سيستوليك فوليوم اما زود البلاد سبلاي ما هيعمل ايه سكويز يبقى هيتبقى هنا شوية صغيرين ما انا هعصر بقى القلب يبقى اللي هيتبقى هنا شويه صغيرين يبقى معناها ان الاستروك فوليوم هتزيد الاستروك فوليوم ايه؟ هتزيد طب والاند سيستوليك فوليوم هيقل يبقى ستك لما اجي ارسمها هتعمل كده اه تقل يا بنت الاند سيستوليك فوليوم مش احنا كنا هنطلع 65 وراح فين؟ مش كنا هنطلع 65 اما زودنا البلاد سبلاي يبقى هنطلع اكتر من ال 65 يبقى هيطلع كام؟ هيتبقى كام؟ 35 هيتبقى كام؟ 35 وبعدين ماشي الخط ده كده واطرح الفرق ما بينهم ده 5 وايه؟ و30 وهنا كام؟ 135 وهنا 100 يبقى الاستروك فوليوم زاد اذا ما الفرق بين الهيديرومتريك والهوميومتريك يا رجاله؟ ده هيزيد كده وده هيزيد سنه صغيره كده وبس بحيث يبقى الفرق هنا 100 عشان تفتكر الارقام والفرق هنا 70 يبقى هنا برضه 70 اهو هنا الاند سيستوليك فوليوم ده سيستوليك فوليوم وهنا الاند سيستوليك فوليوم هنا 100 كام؟ 35 وهنا كام؟ 65 طب انا عايز ازود واخلي الفرق ما بينهم 100 يبقى هنا 85 وهنا 185 طب هنا 135 لان الاند دايستوليك فوليوم ساب فيظل الانيشال لينس ساب بس لما زودنا البلاد سبلاي زود الفورس اوف كونتراكشن مش بالانيشال لينس الفورس اوف كونتراكشن زادت بالبلاد سبلاي مش بالانيشال لينس فهيعمل ايه؟ هيقلل شويه الدم اللي هيتبقوا جوه القلب اللي اسمها اند سيستوليك فوليوم هيقل مش كانوا 165 اما يقل الى كام 35 يبقى كده هقول الاستروك فوليوم يساوي الفرق ما بين الاند دايستوليك فوليوم والاند سيستوليك فوليوم اذا هذا هاتين الرسمتين هاتين الرسمتين هاتين مشكله انا قلت هاتين لا هذا هاتين دي استدراك استدراك الا تفهمون المهم يبقى هنا صبر الله العظيم يا رب السند ستايل خلي بالك بقى يبقى هنا الاندس دايستوليك فوليوم 135 وهنا الاندس فوليوم 165 اما اجي اقول لك كل الفرق ما بينهم ازاي؟ هنرسم الرسمه دي الاول الرسمه دي بتعمل لك ثلاث فروق رسم الفرق الاول الاندس دايستوليك فوليوم اندس ستوليك فوليوم والستروك فوليوم هقول ايه بقى؟ هقول هنا الاندس دايستوليك فوليوم زاد قوي هنا الاند سيستوليك فوليوم زاد بس هنا حول الاند سيستوليك فوليوم كونستنت هنا الاند سيستوليك فوليوم قل والاستروك فوليوم زاد ده اول فرق ده بريلود وده افتر لود ده ترانزيانت يعني بيحصل لفتره صغيره ده برولونجد ياخد مور تايم ده بي مفيد امتى مفيد في اربع حاجات الهارت فيلير
دي نيرفيتد هارت كانسر بلاد هارت انكولايزيشن وتقاتل او بوت اون بوت سايد اوف ذا ريس. طب ده مهم في حاجتين اثنين في الهايبر تنشن والاكسرسايز. طبعا الهايبر تنشن اللي هو هنا يعني زود الاورتيك بريشر. هايبر تنشن يعني زود الاورتيك بريشر. هايبر تنشن يعني زود الاورتيك بريشر. اما زود الاورتيك بريشر يبقى الكوريا بلاد فلو هيزيد. يبقى الكوريا بلاد فلو هيزيد يزود الفورس اوف كونتراكشن اللي هم نخليهم دول. يبقى اسمها هايبر تنشن اند اكسرسايز. دي بتبدا بالاندوستريك فوليوم وتنتهي بالاورتيك بريشر. دي بتبدا بالاورتيك بريشر وتنتهي اما الفينوس ريتين يرجع نورمال. يبقى دي بتنها بقى على طول شغاله لغايه الفينوس ريتين ما يرجع للنورمال. يبقى ده الديفرنس بتوين ديفرنس بتوين الديرومتريك ان هوميومتريك. كده خلصت. بس عايز اسال سؤال. يا سبب كده نص على 12 يا دكتور 12 جروب. لا كويس خلاص مش هناخد حاجه خلاص جميل. نعم ناخد حته كمان. خلاص عايز اقول بس سؤال. ايه رايكم هقول بس سؤال. ايه رايكم اما يبقى عندي حاجه اسمها بوزيتيف ايلوتروبيك وحاجه اسمها نيجاتيف ايلوتروبيك ايه تاثيرهم على الاستروك فوليوم؟ بوزيتيف ايلوتروبيك نيجاتيف ايلوتروبيك ايه تاثيرهم على الاستروك فوليوم؟ البوزيتيف يعمل ايه في الاندس ستوليك؟ طب النيجاتيف النيجاتيف يعني ما بيعملش كونتراكشن كده يقلل الاستروك فوليوم يزود الاندس. بص خلاص ادي البنتريك اللي هو يا دكتور وادي الاورطه اهو. احنا عايزين حاجه تزود الفورس اوف كونتراكشن يبقى اسمها بوزيتيف فيلوتروبيك. يبقى الفورس اوف كونتراكشن يزيد ولا يقل؟ يزيد. يبقى الدم اللي هيخرج يزيد ولا يقل؟ طب اللي بيزيد ده اسمه ايه؟ استروك فوليوم. طب الشويه اللي هيتبقوا يبقى قليلين يبقى يقل الاند سيستوليك فوليوم. الثاني يخدم معاك ميعادنا ان شاء الله يوم الاثنين. احلى بس انا اللي اقول عشان بس الفومين ده يا جماعه عشان الفومين ده كده يعني بعد الاستيشن والاسبوع اللي بعدين الساعه كده عملنا فاصل يعني.